هذه المدينة جيتها أنا بالصدفة، ما كانش مخطط لها خالص. اسمها أونزولو أوزون أوزونجولو أوزونجول أوزونجول أوزونجولو أوزونجولو. مدينة أوزونجولو دي هي تعتبر زي قرية صغيرة موجودة في وسط الجبال على ارتفاع مرتفع في منطقة خضراء. طبعا في الجو الحار لطيفة جدا، الجو لطيف بس في الدرجة جدا شوية. منطقة جميلة، الهواء فيها جميل، منطقة استجمام، لكن لازم تعرف سبب هي منطقة سياحية. أنا في الغالب ما بجيش المناطق السياحية لأن بيبقى فيها ناس كتير والأسعار بتبقى مبالغ فيها والاستغلال والكلام ده كله، كل الكلام ده دايما موجود في المناطق السياحية. عشان كده أنا ما كنتش في الخطة. أنا كنت جاي على مدينة ترابزون. ترابزون لقيتها مدينة كبيرة زي كل المدن الكبيرة. المدن الكبيرة بالنسبة لي شخصيا بتبقى مملة جدا وما فيهاش أي جديد بتضيفهولي. تقعد في فندق تتحبس فيه شوية وتنزل تقعد على قهوة وكلام الكلام الفاضي ده، فما عجبنيش. فقلت لا، هنحزيب مدينة ترابزون، فين أقرب مدينة؟ فقالوا لي المدينة دي أوزونجول. فقال لك روح مدينة أوزونجول. طبعا بالنسبة لهم دي جنة، وهي فعلا مدينة جميلة وكل حاجة والهواء فيها كويس، لكن منطقة زي أي منطقة موجودة في أوروبا، زي جزء من سويسرا أو جزء من النمسا. فيعني هي مريحة لكن برضو مش هتضيف لي جديد. أنا بيهمني البشر ويهمني النوعيات المختلفة. يعني الجمال زي ما انتم شايفين، الجمال ده كأنه موجود في سويسرا أو في النمسا أو في بلجيكا، لكن هنا اللي بيختلف عنه أن في وسط هذا الجمال بتلاقي الجامع بيزين هذه المنطقة. ده اختلاف. طبعا المنطقة بيهجم عليها الكثير من العرب، وطبعا يعني الأول ما بيوصلوا أي منطقة بترتفع الأسعار على طول، ترتفع الأسعار بطريقة مبالغ فيها ولا تتناسب مع الدخل الناس ولا الكلام ده زي كده. لكن خلاص هقضي هنا يومين وبعدها هطلع أكمل رحلة بتاعتي. هي المنطقة فعلا جميلة ومريحة للأعصاب، الهوا هو أجمل ما فيها. هنا دلوقتي أنا بعمل الدورة ماشي حوالين البحيرة من كل النواحي، دي عملية يعني الهوا بيبقى فيها نقي وتمشية جميلة والجو حلو ما فيش أي مشاكل. لكن مش هي ده الهدف، هنا الاتصال بالناس والاتصال بأولاد البلد والاتصال بالحضارة المختلفة والشعوب المختلفة مش هتلاقيها هنا. هنا هتلاقي منطقة سياحية بحتة ماشي كترفيه ولا كاستراحة لمدة يومين. هتلاقي برضو كل واحد بيبيع لك الحاجة بأغلى من سعرها، كله بيحاول يستغلك. دي سمات المناطق السياحية، وده السبب ان انا بتجنبها بوجه عام. لكن انا هقضي الليلتين هنا، مش هقعدهم بالكامل. الصبح هطلع في دورة بعيدة، هروح اعمل فيها دورة هنقلها لكم ان شاء الله، لان انا قريب من الكنيسة المعلقة اللي الراهب بناها في وسط الجبل في القرن الرابع. حاجة من الحاجات المعجزات الكبيرة قوي، في وسط الجبل على ارتفاع عالي جدا عمل الراهب المكان اللي بيتعبد فيه. دي هنروحها بكرة فهضيع فيها طول النهار، وحاجة هنا بيت الليلة التانية والليلة التالتة على طول هسحب طريقي في اتجاه جنب البحر الأسود في اتجاه جيورجيا إن شاء الله. لكن الغريب إن قالوا لي إن المية اللي هنا نصها حلو ونصها مالح، نصها جاي من الجبال ونصها متسرب من البحر الأسود يعني، فبيجي خليط من الحلو والمالح. يمكن بالنسبة للأسماك يبقى في عينات معينة من الأسماك. يعني زي ما قلت منطقة الاستجمام أسعارها مرتفعة، لن تجد فيها المساس او الاحتكاك باهالي البلد الحقيقيين. كل اللي هتقابلهم هنا تقريبا عرب او يعني من جنسيات مشابهه، مش هتلاقي اولاد البلد. هي منطقه غاليه، اولاد البلد ما بيقدروش يجوا فيها خالص. تحياتي من مدينه جونزولو أوزونجول. انا مش عارف الاسم بتاع أوزونجول ده، كل مره انطقه غلط ليه. أوزونجول عشان ما انساش اسمها أوزونجول. مدينه كويسه لكن سياحيه وغاليه
والله العظيم انا ما انصحش بيها. اللي عايز الترحال ما ينفعش الاماكن دي، الترحال مش هو ده. واخدك ده انا هضيف لي ايه؟ طب انا ما انا عايش في وسط اوروبا وفي وسط جبال الألب، المناطق الجميله، بس هي منطقه جميله. البلاد الناس اللي بلادهم حاره هنا الجو رطب، جو هادي علشان بارد شويه كمان عشان مرتفعه، ده السبب ان اهل البلاد الحاره بيجوا يقضوا هنا. البلد اسمها اوزونجول، اوزونجول اوزونجول، تحياتي من اوزونجول. هي مش على البحر الاسود، انا دخلنا بعض البحر الاسود اللي جوه حوالي 50 كيلومتر، بعد بكره هرجع للبحر الاسود تاني احسن وافضل ماشي على الشاطئ من فوق. تحياتي من اوزونجول. احمد الاسم اسم صعب كل شويه بنسى، من اوزونجول احمد الشهاوي المعروف باسم ابن بطوطه المصري، في رعايه الله. هذه هي مدينة أو قرية أوزونجول حوالين البحيرة، هم عاملينها كويس والبيوت كويسة بس الأسعار مبالغ فيها شويتين. يعني في أماكن بهذا الجمال كتيرة وهتبقى ربع الثمن اللي هنا كمان. تحياتي من أوزونجول أحمد الشهاوي المعروف باسم ابن بطوطة المصري.